لما احنا بنقول يا استاذ ابراهيم العالم يترقب التجربه المصريه، مش بنقولها من باب الزهو والتفاخر ان عملنا صاله حلوه او عملنا سيستم بيسهل الاستقبال وترحيب الضيوف وتسكينهم فقط، ولكنها كيف يعني مصر زي ما قلت عملت سوفت وير او عملت حاجه برنامج يمكن ان ينقل عشان ينفذ التجربة. كيف ستواجه مصر جائحة كورونا؟ نتمنى ان التجربة دي تنجح، لان فكرة الكبسولة دي هو نظام مش كلمة. أيوة. هو نظام بالضبط. دائما وابدا لما بنتكلم عن نفسينا الناس بتفهم الكلام فيه نوع من الدعاية، والكلام اللي هو يعني ربما من كتر ترديده بقى كلام اغاني، فبيفقد قيمته وبيفقد تأثيره، بيبقى زي الإخوة السودانيين ما بيقولوا الكلام الصامت اللي لا بيودي ولا بيجيب. لكن أعتقد في هذا الحدث من المهم جدا من غير ما نتكلم، وأتمناش أشوف أبدا برامج يتحط ميكروفون قدام لاعب أو قدام أي سائح تحب تقوليه عن مصر، شايف إيه في مصر، سيبوه يقول اللي هو شايفه وسيبوه يعيش لحظة الانبهار بهذه القدرات وهذه الحضارة من غير ما نحاول نطلع منه كلام او نحط كلام على لسانهم، فقط ممكن ننقل انطباع الاخرين عننا بره، شايفين اللي حاصل في مصر ده ازاي. لانه لما يكون في صحيفه بريطانيه كبيره في حجم لوفيجارو وتكتب لوفيجارو فرنسيه ولا فرنسيه سوري لوفيجارو تكتب وصلحت لها زي ما صلحت لها نقلا عنها او تنقل عنها الاهرام النهارده عن لوفيجارو انه طوكيو تنتظر نجاح التجربه المصريه، ألقت صحيفة لوفيجارو الفرنسية الضوء على مونديال مصر لليد عن قرب مع انطلاق منافساتها، وقالت الاختراع المصري المسمى الفقاعة الصحية يعتبر اختبارا تحت التجربة ينتظر الجميع فعاليته، وليس مصر فقط لأن مسؤول الدورة الأولمبية في طوكيو يتطلعون للوقوف على نتائجه حتى يمكن تجربته الصيف المقبل في الأولمبياد. وبتشير لوفيجارو الفرنسية إلى تفاصيل التجربة المصرية اللي حاصلة دلوقتي. اليابانيين زي ما احنا عارفين على درجة عالية جدا من الدقة، هم شعب متبرمج، شعب اساسا داخل جوه سيستم الكمبيوتر لوحده. تخيل لما السفارة اليابانية هنا في القاهرة على موقع الصفحة الرسمية ليها على الفيسبوك تكتب تقرير عما يحدث في مصر من اول ما بعثتهم جت، لان بعثة اليابان كانت اول بعثة تيجي القاهرة ولعبت مباراتين وديتين مع منتخب مصر، الحمد لله منتخب مصر كسب. لكن لما تتخيل ان اليابانيين يقولوا عنك ايه، وانا بقول لكم يكفي نشوف الاخرين من كبار ضيوف العالم شايفين اللي احنا بنعمله ده ايه. بتقول التقرير الياباني في يوم 3 يناير وصلت بعثه كذا، شهد وزير الشباب والرياضه المصري، ثم تفاصيل ترتيبات وصولهم. لكن الجمله المهمه جدا اللي بتعنينا بيقول هذا التقرير الياباني: ونحن في غايه الامتنان للحكومة المصرية والمسؤولين عن إقامة المسابقة لجهودهم الكبيرة في سبيل إقامة هذه البطولة الرياضية الدولية الكبيرة مع اتخاذ الإجراءات الشاملة للسيطرة على العدوى في ظل الوضع الصعب لكورونا، كما نتمنى مخلصين أن يكون نجاح هذه البطولة مرجعا كبيرا يمكن الاسترشاد به في مكافحة العدوى خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو 2020 والتي ستقام في يوليو من هذا العام. نجاح اي تنظيم يا استاذ ابراهيم انك تسيب ورا الحدث سيستم يخزن ويستدعى في تنظيم الاحداث المشابهه، تبقى انت المرجعيه. لو حدث هذا وتم نجاح الكبسوله بالشكل وبالقدر اللي باذن الله نأمله، هتبقى اول ميداليه ذهبيه لمصر في طوكيو. أول ميدالية ذهبية لمصر قبل ما تشارك، قبل البطولة ما تلعب، تبقى مصر بتهدي إلى الرياضة العالمية كلها هذه التجربة. اللي الحقيقة شايفين بعض اللقطات من ضيوف المونديال، منتخب اليابان على شواطئ اسكندرية، وأنا زي ما بقول لكم يكفي نشوف الصورة، يكفي بيلاروسيا على الشواطئ، شفنا المنتخب الألماني وهو في ضيافة الأهرامات قاعدين في الشمس في ضيافة الأهرامات بيشربوا شاي، شفنا المدرب الياباني المدرب المنتخب المانيا وهو قاعد بياخد فنجان قهوه تحت سفح الهرم. هو ده المكسب الحقيقي، هو ده بجد اللي احنا نقدر نقول للعالم هي دي مصر، هي دي مصر.
شوفوا بكل حضارتها بكل قيامها بكل قدراتها. ايه الجمال ده؟ فين ده؟ تستضيف هذا الحدث الكبير جدا اللي نتمنى احنا كلنا ندرك حجم اللي بلدنا بتعمله او قيمه النقله النوعيه الكبيره جدا اللي مصر بتشهدها. بس يا ريت يا ريت شباب مصر زي زمان يتعرف على بلده بقى. في اماكن عالميه في مصر. شوف ده مدرب منتخب المانيا على انستجرام كتب على صورته دي انه لمنظر رائع امام الهرم. مؤكد مؤكد. كم شاب مصري بقى شاف هذا المصر المنظر؟ مفيش. احنا واحنا في المدارس زمان رحله الاقصر واسوان دي كانت اجباريه، ياخدك اربع ايام على مجانا. ايوه على حساب وزاره التربيه والتعليم، ترتبط بثقافتك بثقافه وتاريخ بلدك. لابد ان نحيي مثل هذه الامور. شوف انبهار الالمان شبابنا. طبعا. لا لا، وكمان خلي بالك التطوير اللي حصل في المناطق دي، ما هي دي حاجه تانية. ايه النظافه والجمال ده؟ طب والنبي كل يوم عدى الاقي المنظر اتغير. طب ممكن كده كل شاب مصري ياخد اصحابه ويشوفوا احد اللي عنده عربيه منهم يلمهم ويروح كده ياخد من عند ميدان الرمايه ناحيه اليمين، يطلع الطريق الصحراوي يرجع ويخش يمين تاني على الفيوم ويشوفوا المنطقه دي بقت عامله ازاي، منطقه المتحف الكبير. مصر بلدنا محتاجه سياحه داخليه والسياحه الخارجيه. بصوا العالم لما بيشوفنا احنا كان عندنا او عندنا تلت اثار العالم. انتوا متخيلين ان انت ضيوف كاس العالم في حضن عجيبه من عجائب الدنيا السبع، الاهرامات شافوها وقروا عليها وسمعوا، لما دلوقتي يزوروها والناس فعلا يكون عندها هذا الانبهار بهذا المكان التاريخي الكبير، يبقى لا، مصر اللي بتتغير ومصر هي تشهد هذه النهضة التاريخية غير المسبوقة من خلال هذا الحدث، تحتاج إلى ترويج أفضل، تحتاج إلى تسويق فعلا تستحق هذه النقلة الكبيرة يا باشمهندس. تنظيم مثل هذه الأحداث هو تسويق رياضي سياحي مؤكد أنه بينقل، خصوصا لما تحكم البرنامج، ها برنامج بتاع الضيوف وتوريهم بقى ايه وتنوع لهم مصادر التعرف على تاريخ مصر وحضارها ايضا. انت عندنا دلوقتي يا استاذ ابراهيم بنيه تحتيه وشوارع وطرق وكباري يمكن عالميه بتنافس ارقى الدول في العالم. طيب مش بس لوفيجارو الفرنسيه اللي قالت ان طوكيو مفتحه عينيها على مصر وعايزه تشوف المصريين هيعملوا ايه، لا، كل الصحف العالميه ومختلف وسائل الاعلام الدوليه تتحدث عن استضافه المصريين لهذا الحدث في ظل هذا التحدي الشرس اللي بيجتاح العالم. البي بي سي قالت، اشادت بحفل الافتتاح الكبير وقالت انه كان رائع جدا، انه في ظل الاجراءات الاحترازيه الوقائيه المتبعه انه كان في حرص على الاطمئنان على صحه الجميع وانه في دقه شديده جدا في هذه الاجراءات، وقالت ان منتخب مصر كمان زاد من بهجة الافتتاح بفوزه على شيلي 35-29 في مباراة الافتتاح. سكاي نيوز أشارت إلى المواجهة النارية اللي بتنتظر منتخب ألمانيا أمام الأوروغواي في البطولة في ظل رغبة الألمان في تحقيق الفوز بالجولة الأولى. موقع فوكس سبورت اهتم بافتتاح بطولة مونديال لليد أيضا وظهر وقال إن المصريين ظهروا بشكل مبهر جدا في حفل الافتتاح رغم الظروف الاستثنائية اللي بيمر بيها العالم. قال كمان ان منتخب الفراعنة عمل ضربة بداية جيدة في هذه البطولة واهتمامات عالمية كبيرة الحقيقة في مختلف وسائل الاعلام العالمية بهذا الحدث الكبير اللي زي ما بقول لحضراتكم بتزيد قيمته في ظل الظرف الراهن وفي ظل ترقب العالم كله. محدش عارف طوكيو اليابان بقدراتها وعظمتها وامكانياتها هتقدر تنظم دورة الألعاب الأولمبية اللي كان المفروض السنة اللي فاتت أجلتها للصيف اللي جاي، صيف هذا العام 2021. حتى الآن في شكوك، في خوف، في قلق، ومع ذلك شايفين إن المصريين خدوا العملية بكل التحدي وفرضوا نظام طبي واحترازي مشدد جدا، وإن شاء الله تعالى هينجحوا. هذا النجاح هيدي فعلا رسالة قوية جدا لكل العالم، نقدر نتعايش، نقدر ننظم، نقدر نرجع نلعب رياضة تاني. Yes, we can. Yes, we can. أحسنت.